الرئيس السيسي يواجه بمواصلة الجهود الرامية للتوسع في الاستثمار في الموارد البشرية. انطلاق أول سفينة تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة بحرا من قبرص. الجيش السوداني يعلن استعادة السيطرة على مقر الإذاعة والتلفزيون من قوات الدعم السريع. نشرة إخبارية جديدة من قناة النيل، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود الرامية للتوسع في الاستثمار في الموارد البشرية المصرية والعمل على استكشاف واستغلال كافة الفرص التنموية المتاحة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار دكتور أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات العمل بعدد من ملفات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومن بينها أبرز ملامح الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي القادم 2024-2025 ومتابعة ما تم تنفيذه في خطة العام المالي الحالي 2023-2024 وأهم القطاعات ذات الصلة بتنفيذ الخطة والتي تعطي الأولوية بشكل أساسي لتنمية المورد البشري من خلال التركيز بصفة خاصة على قطاعي الصحة والتعليم، حيث وجه سيادته بمواصلة الجهود الرامية للتوسع في الاستثمار في الموارد البشرية المصرية والعمل على استكشاف واستغلال كافة الفرص التنموية المتاحة وتوجيه الاستثمارات بما يحقق أعلى العوائد للمواطنين. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، حيث تبادل الزعيمان التهانية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم. وأعرب الرئيس السيسي عن تمنياته بأن يعيد الله سبحانه وتعالى هذه الأيام المباركة على الكويت وقيادتها الحكيمة وشعبها الشقيق بالخير واليمن والبركات، وهو ما ثمنه أمير الكويت معربا عن صادق تمنياته بدوام الاستقرار والازدهار لمصر. وقد أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا اتصالا هاتفيا برئيس السوري بشار الأسد، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية الدكتور أحمد فهمي أن الرئيسين تبادلا التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان، حيث أعرب الرئيس السيسي عن تمنياته بالخير والأمان والاستقرار للشعب السوري الشقيق. من جانبه ثمن الرئيس السوري الاتصال الكريم متمنيا أن يعود شهر المعظم على مصر وشعبها بالرخاء. كما أجرى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا برئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تبادل خلاله رئيسان التهنية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، سائلين الله العلي القدير أن ينعم بكرمه على الشعبين المصري والجزائري الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم والازدهار. وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بالفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالية السودانية، تبادل الجانبان التهانية بحلول الشهر المعظم داعين المولى عز وجل أن يتقبل صالح الأعمال وأن يديم أواصر المودة والأخوة بين الشعبين المصري والسوداني الشقيقين. أبحرت سفينة تحمل نحو 200 طن محملة بالمساعدات الإنسانية من ميناء لارناكا في قبرص لإيصال المساعدات إلى سكان قطاع غزة الذين أصبحوا على شفا المجاعة. كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال في خطاب حالة الاتحاد قبل أيام إن الولايات المتحدة ستبني ميناء بحريا مؤقتا قبالة ساحل غزة لتسهيل توصيل المزيد من المساعدات. من ميناء لارناكا في قبرص إلى قطاع غزة تأتي سفينة الإنقاذ أوبن أرمز محملة بنحو 200 طن من الأغذية، وتعد هذه التجربة الأولى لإطلاق طريق بحري جديد لإيصال المساعدات إلى سكان قطاع غزة الذين باتوا على شفا المجاعة.
وتتولى منظمة وورلد سنترال كيتشن الخيرية ومقرها الولايات المتحدة تنظيم المهمة، في حين تقوم مؤسسة برو أكتيفا أوبن أرمز الخيرية الإسبانية بمهام تزويد السفينة. وتعتزم المؤسستان الخيريتان نقل المساعدات مباشرة إلى قطاع غزة الذي عزل عن العالم الخارجي منذ أن بدأ الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم في 7 أكتوبر الماضي. وفي ظل عدم وجود بنية تحتية لميناء، أعلنت وورلد سنترال كيتشن أنها ستقوم بإنشاء رصيف تتوقف عليه السفينة في غزة بمواد من المباني المدمرة والأنقاض. المنظمة الخيرية أكدت كذلك أنها جمعت 500 طن أخرى من المساعدات في قبرص على أن يتم إرسالها هي الأخرى. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عزمها بناء رصيف مؤقت لجلب المساعدات إلى غزة التي لا توجد بها بنية تحتية للموانئ. وتخطط واشنطن أيضا في البداية للعمل مع قبرص التي ستوفر عملية فحص الشحنات بالتعاون مع مسؤولين إسرائيليين، مما يلغي الحاجة إلى عمليات تفتيش أمنية في غزة. تواصل طائرات النقل العسكرية المصرية ونظيراتها من الدول المشاركة ضمن التحالف الدولي أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية والإغاثية، وذلك بصفة يومية على شمال قطاع غزة. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي واستمرارا لجهود الدولة المصرية في تقديم الدعم والمعاونة للأشقاء الفلسطينيين. استمرارا لجهود الدولة المصرية في تقديم الدعم والمعاونة للأشقاء الفلسطينيين، خاصة في شهر رمضان الكريم، وبتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصلت اليوم الثلاثاء الموافق 12 مارس عام 2024 طائرة النقل العسكرية المصرية ونظيرتها من الدول المشاركة ضمن التحالف الدولي أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية والإغاثية، وذلك بصفة يومية على شمال قطاع غزة. يأتي ذلك مع استمرار تدفق المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البري للتخفيف عن أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق. ولمزيد من المتابعات انضم إلينا هاتفين الأستاذة سوسن أبو حسين نائب رئيس تحرير مجلة أكتوبر. أستاذة سوسن، يعني ما يتعلق بهذه الخطوة التي تمهد لفكرة ميناء أو رصيف إغاثة تنوي واشنطن إنشاؤه قبالة سواحل غزة، برأيك إلى أي مدى يمكن أن تؤدي هذه المساعدات البحرية فقط إلى سد الفجوة التي تواجه الفلسطينيين في هذه الأيام في شهر رمضان المبارك، والتي تؤدي إلى دخولهم على وشك المجاعة؟ سيدة سوسن، هل تسمعيني بوضوح؟ عذرا لهذا العطل الفني، وسنتواصل مرة أخرى مع ضيفتنا من جديد. استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين فجر اليوم جراء قصف مدفعي إسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، لترتفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 31,184 شهيدا، وإصابة 72,889 مصابا منذ 7 أكتوبر. في غضون ذلك أعلن جيش الاحتلال مقتل أحد جنود في غزة، ليرتفع عدد قتلى من الضباط والجنود إلى 590 منذ 7 أكتوبر الماضي. لليوم 58 بعد 100 تتواصل عمليات الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين جراء التدمير المتعمد للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر. عشرات الشهداء والإصابات جراء قصف مكثف للطيران الحربي والقصف المدفعي الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة.
مصادر صحية في قطاع غزة قالت إن 9 شهداء وأكثر من 20 مصابا نقلوا إلى مجمع الشفاء الطبي بعد استهداف الاحتلال للأهالي عند مفترق الكويت في مدينة غزة، بينما كانوا ينتظرون وصول المساعدات. كما أصيب عدد من الأشخاص في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في الحي السعودي غرب مدينة رفح. أما في خان يونس فاستهدف قصف مدفعي للمناطق الشرقية لمنطقة عبسان الكبيرة وخزاعة بالمدينة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الأشخاص. المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين أونروا فيليب لازريني قال إن إسرائيل حظرت إدخال مساعدات بالغة الأهمية بينها أجهزة التنفس الصناعي وأدوية السرطان إلى غزة، وأرجعت شاحنة مساعدات بسبب مقصات طبية. وذكر لازريني أن جميع سكان غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية من أجل البقاء. من جانبه أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش صدمته لاستمرار الحرب في القطاع خلال شهر رمضان، داعيا إلى إسكات الأسلحة والإفراج عن المحتجزين لدى حركة حماس بمناسبة شهر الصوم لدى المسلمين. وعادت إلينا الكاتبة الصحفية سوسن أبو حسين نائبة رئيس تحرير مجلة أكتوبر. أستاذة سوسن، يعني برأيك خطوة إيصال المساعدات إلى سكان قطاع غزة بحرا كيف تقيميها، خاصة أنهم على وشك الدخول في مجاعة كما وصفت المنظمات الأممية الإنسانية؟ هي نقطة بحر يعني لن تساعد في أي شيء على الإطلاق. الأساس في المسألة هو وقف إطلاق النار. وقف إطلاق النار هو أهم من المساعدات، يعني وقف إطلاق النار سيؤدي إلى كثير من الحلول التي تساعد المدنيين العزل على البقاء للحياة، بقاء على الحياة أصلا، لكن دخولها من البحر، دخولها من الجو، دخولها من البر، يعني كلها أشياء محفوفة بالمخاطر. وشهدنا تحكم إسرائيل من تفتيش ومن حصار ومن منع ومن يعني لا تفعل أي شيء يؤدي إلى إبقاء المواطن الفلسطيني على الحياة، وإنما هي إبادة جماعية هي تستهدفها، إما بالقتل وإما بالتجويع. يعني لا يوجد أي نوع من المساعدات يؤدي إلى دعم الشعب الفلسطيني على الطبق. الدعم الوحيد هو وقف إطلاق النار والبحث عن حلول سلمية وتبادل الأسرى كما تسعى مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية. لابد أن يكون هناك سبل لإنجاح هذه الخطوة المهمة، لأنها قد تكون بداية لحلول سياسية على أرض الواقع بعيدا عن التشتت هنا وهنا وهناك وفي أمور لن تفيد المنطقة على الإطلاق. يعني أنا أعتقد أن من أفضل الحلول اللي هتكون مفيدة جدا لوقف إطلاق النار هو دعم المدنيين، خاصة أن هناك غضب شعبي واسع في كل أنحاء العالم ضد الحكومة الأمريكية والإسرائيلية بسبب التجويع والقتل والتدمير للشعب الفلسطيني. هذه وحدة. الأمر الثاني سيكون هناك حل أيضا لما يحدث في البحر الأحمر. تكلفة ما يحدث في البحر الأحمر ستكون مرهقة جدا لكل دول العالم وليس الولايات المتحدة. صحيح. يعني حضرتك ذكرتي نقطة وهو المعارضة الشعبية في العالم كله للحكومتين الإسرائيلية والأمريكية. يعني هل سعي الولايات المتحدة لإدخال هذه المساعدات هو محاولة لتجميل ماء الوجه على اعتبار أنه معروف يعني أنها تدعم إسرائيل بالأسلحة؟ بالضبط، لا اكثر ولا هي مجرد لقطه انها تساعد وانها مع حقوق الانسان وانها ترفض التجويع، وان لو هي هكذا صحيح تتجاوب ايضا مع مطالب دول العالم باجمع رأي على المستوى الشعبي والرسمي بوقف اطلاق النار يعني والبحث عن حلول سياسيه. يعني ماذا يفيد ان ترسل لهم سفينه او باخره محمله بالغذاء؟ تكفي لكم من الوقت؟ لكان سيسد جوع الشيوخ ام الشباب ام الاطفال؟ ماذا ستقدم هذه؟ لا شيء على الاطلاق. وبالتالي الحل العملي والمهم والذي يقنع العالم فعلا بان الاداره الامريكيه جاده ولديها تمسك بثوابتها التي تعلنها في مواثيقها حقوق الانسان وعدم التدخل واحترام الاخر وما الى ذلك، لانه هناك شكوك ايضا حول النوايا الامريكيه. لم يعد اي انسان على الارض يثق في الحكومه الامريكيه الحاليه، يعني هناك البعض
هنا يوجد البعض يحلل هذه الخطوة بأنها ربما قد تكون بداية لتهجير قسري للشعب الفلسطيني عن طريق البحر عن طريق رأس بناء ميناء اللي هو الممر البحري نعم. ميناء مؤقت على رصيف غزة قد يكون هدفه أصلا ترحيل الشعب الفلسطيني أو إبقاء في النهر أو في البحر وماذا يعني. عن رفح أستاذ سوسن يعني هناك ترقب لما ستقوم به إسرائيل في رفح خاصة وأن نتنياهو قال إن الحرب لن تتوقف قبل شهر أو شهرين هذه أيضا نقطة أيضا لابد أن يتم وضعها في الحسبان ومراقبتها جيدا لأنه سيحدث سيكون هناك اجتياح لرفح على فكرة هذه الخطوة التي تحدث وهي مؤجلة لمدة شهرين لحين الانتهاء من انشاء هذا الرصيف البحري يعني لدينا عقول بتفكر وتحلل وترصد كل ما تطلقه الولايات المتحدة او حتى تفكر فيه بنواياها الملتفة بين الوقت والاخر هي والحكومة الاسرائيلية التي تؤيد وبقوة انشاء الممر البحري على رصيف على في قطاع غزة لماذا؟ لان هناك اهداف اخرى سوف يسعون اليها لن تكون ابدا في صالح الشعب الفلسطيني على يعني ربما هذا يفسر التعنت الاسرائيلي ازاء ادخال المساعدات برا مقارنه بالسماح بادخالها بحرا بالضبط كده يعني هناك علامات استفهام كثيره بالفعل لماذا ترحب من خلال الجو ومن خلال البحر من خلال الجو سقط هناك بسبب التدافع وبسبب عدم انسانيتها هي مجرد رمز من اسقاط المساعدات من الجو مجرد رمزية للتضامن ولكن لا تكفي أيضا أي شيء برد يعني شيء بسيط وقليل جدا لا لا يساعد الشعب الفلسطيني على الإطلاق ومن البحر ومن المفروض أن تفتح جميع المعابر ليس معبر رفح البري ليس معبر رفح فقط وإنما جميع المعابر وتدخل كل الشاحنات التي أرسلتها كل دول العالم لدعم الشعب الفلسطيني والتضامن هذه لابد ان تكون واضحه تماما يعني لابد ان يكون هناك وضوح في التعامل وليست مجرد جمل وتصريحات تحمل اكثر من معنى وتؤدي الى ادخال الكثير من اللغط حول المشهد السياسي والعسكري على ارض الواقع. نعم وصلت وجهة نظرك اشكرك لهذا التحليل الاستاذه سوسن ابو حسين الكاتبه الصحفيه. قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف ريكاردو بريز إنه لا يجد كلمات مناسبة لوصف الفظائع التي يتعرض لها أطفال غزة من مجاعة ودعا بريز لوضع حد للحرب لإنهاء المعاناة التي يعيش فيها سكان القطاع مشددا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وأضاف بريز أن الأطفال هم الفئة الأكثر تضررا من كارثة المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة اقتحم مئة المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال وأفادت مصادر بأن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة وبحماية شرطة الاحتلال وسط إجراءات وقيود مشددة على دخول المصلين بمزاج حزين ووسط إجراءات أمنية مشددة من شرطة الاحتلال استقبل الفلسطينيون شهر رمضان الذي يأتي هذا العام مختلفا في كل شيء في شوارع ضيقة بالبلدة القديمة بالقدس تم نشر آلاف من أفراد الشرطة الإسرائيلية وظلت التلة التي يقع عليها المسجد الأقصى نقطة اشتعال للعنف الممنهج ضد الفلسطينيين فيما لم يسمح إلا لأعداد محددة بالصلاة في الأقصى ممن تجاوز أعمارهم 45 عاما أو الأطفال التوترات بأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومحيطه لم تكن فقط بشأن المصلين الفلسطينيين وأعدادهم بل ما يزيد من الأمر هو جولات الاقتحام الاستفزازية اليومية من قبل المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد المبارك بحماية من شرطة الاحتلال كذلك يعتزم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير إجراء زيارة استفزازية لمقر شرطة الاحتلال قرب حائط البراق في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة الجمعة المقبلة في الأردن وهي صاحبة الوصاية على القدس منذ عام 1924 قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصافدي إن القيود التي تفرضها إسرائيل على وصول المصلين إلى حرم المسجد الأقصى بالقدس خلال رمضان تدفع الوضع نحو الانفجار
وتعد الإجراءات الأمنية الإسرائيلية عند المسجد الأقصى منذ فترة طويلة من أكثر القضايا إثارة للاستياء من قبل الفلسطينيين، حيث دعا إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينيين إلى شد الرحال إلى المسجد مع بداية شهر رمضان. استعاد الجيش السوداني السيطرة على مقر الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون في أم درمان من قوات الدعم السريع شبه العسكرية. وقد أفاد بيان القوات المسلحة السودانية بأن قواتها أحبطت في الساعات الأولى صباح اليوم بمنطقة أم درمان محاولة قوات الدعم السريع للهروب من الطوق الذي تفرضه عليها القوات المسلحة بمحيط الإذاعة، وتمكنت من قتل 150 من عناصرهم. تواصل وزارة الداخلية توزيع عبوات غذائية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات بمناسبة حلول شهر رمضان. يأتي ذلك تحت مظلة مبادرة كلنا واحد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. لما الأرض هتتكلم شو تحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية وانطلاقا من الدور الاجتماعي لوزارة الداخلية، تواصل الوزارة توزيع عبوات غذائية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية بخاصة المرأة المعيلة تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك. شكرا لسيادة الرئيس على الجهود اللي بيعملها معانا، وكل سنة هو طيب بمناسبة رمضان، وشكرا لوزارة الداخلية اللي هي معانا على طول في اسماعيلية وما بتنساناش. شكرا لسيادة الرئيس وشكرا على المبادرة، وكل سنة وانتم طيبين. شكرا ان انتم جيتوا لنا لحد هنا، وبنشكركم وبنشكر سيادة الرئيس على هدية رمضان، وكل سنة وانتم طيبين. كلنا واحد دايما مع بعضنا كده بنشكر الرئيس جدا وبنقول له متشكرين على كرتونة رمضان. لما الارض هتتكلم شوف بقى هتقول ايه عن مصر، البلد اللي ولادها ابطال وتاريخهم مليان. الله الله، كل سنه وانتم طيبين وما نتحرمش منكم، وربنا يخلينا مصر وظباط مصر والرئيس ربنا يخليه لنا يا رب ويبارك لنا فيه وما نتحرمش منه يا رب. واللي هيستهون بتاريخنا فورا هيلاقي الرب، يا بلادي روحي في داليكي أقدم حضارات كانت فيكي، أنبيا وعاشوا في أراضيكي محروسة مصر ومحمية. دايما فاكرنا مش ناسينا، وتحيا مصر يا رئيسنا، ربنا يخلينا مبادرة كلنا واحد ويحيا الرئيس. واللي بيسهر وبيحمي سيادة الرئيس دايما فاكرنا في شهر رمضان وقبل رمضان، وربنا يخلينا سيادة الرئيس وتحيا جمهورية مصر العربية. كلنا واحد دايما مع بعضنا كده وباستطباع. الله الله المصريين. الرئيس عبد الفتاح السيسي ربنا يطولنا في عمره ويخليه لنا ويجعل مصر بلد الأمن والأمان إلى يوم الدين. تحرص الوزارة من خلال هذه المبادرة على الوصول إلى المواطنين المستحقين لهذه المساعدات بكافة المحافظات بهدف تخفيف الأعباء عنهم، وهو ما كان موضع إشادتهم. كل سنة وحضراتكم طيبين، وربنا يخلينا الرئيس اللي دايما فاكريننا بالخير، وشرفتونا وشرفتوا مدينة الصهيج الجديدة. لما الأرض هتتكلم شوف بقى هتقول إيه عن مصر، البلد اللي ولدها أبطال وتاريخهم مليان. هذه المبادرة التي تأتي انطلاقتها مع حلول شهر رمضان المبارك إسهاما من وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل الأسر المصرية عن طريق تلبية جزء من احتياجاتهم وتماشيا مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة. نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي ان دايما واقف جنبنا ومش ناسينا في اي حاجه، ونشكر وزاره الداخليه اللي دايما معانا في كل حاجه في كل مناسبه. مبسوطين بالهديه اللي سياده الرئيس جابها لنا عشان رمضان، وكل سنه وانت طيب يا ريس، وربنا يخليك لنا يا رب وعينك يا رب. في ايدين تحمي وايدين تبني وايدين صنعت. انا فرحانه بهديه رمضان وسياده الرئيس جايبها لنا لحدنا وجايب لنا الدنيا كلها عندنا، ربنا يخليه لنا يا رب. واللي بيسهر
تسلم مصدقا يا سيد الرئيس. ربنا يخلي معاك يا رب ويخلي ستة وسبعة. ربنا يخليك ويبارك فيك ويكون تمام. لما الأرض هتتكلم شوف بقى هتقول إيه عن مصر، البلد اللي ولادها أبطال وتاريخهم مليان نصر. لما الأرض هتتكلم شوف بقى هتقول إيه عن مصر، البلد اللي ولادها أبطال وتاريخهم مليان نصر. نشكر سيادة الرئيس وزارة الداخلية وخاصة على جهودهم معانا وعلى مبادرة كلنا واحد الموجودة في جنة النهاردة إن شاء الله، والسادة الضباط اللي بيتفضلوا بتوزيع الحاجة على الناس. وبشكر الرئيس وأقول له كل سنة وأنت طيب إن أنت افتكرتنا في شهر رمضان. فيكي مخلوصة يا مصر ومحمية، فيكي تحمي وإيدين تبني، وإيدين صنعت وإيدين زارع. من وزارة الداخلية لتطبيق الجانب عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم. احنا نشكر الضباط اللي جينا النهارده شرفونا في الأقصر وهيوزعوا لنا كراتين رمضان، ونشكر الرئيس نورتونا في الأقصر والله. أقدم حضارات كانت في تحيا مصر، تحيا مصر. تتسارع الأعمال الإنشائية بالخط الثاني للقطار الكهربائي السريع الذي يمتد بطول 1400 كيلومتر من مدينة السادس من أكتوبر وحتى أبو سمبل في جنوب الصعيد. يعد هذا الخط جزءا من ممر التنمية اللوجستية الذي يمتد من الإسكندرية حتى تشكى مرورا بالقاهرة وأسوان. من مدينة السادس من أكتوبر وحتى أبو سمبل يمتد الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع الذي يجري تنفيذه بامتداد يصل إلى 1400 كيلومتر، ما يجعله الخط الأطول من بين خطوط القطار الكهربائي السريع الثلاثة التي يجري العمل بها. الخط الثاني يكتسب أهمية خاصة كونه يربط عددا كبيرا من المحافظات. الخط تم تقسيمه إلى ثلاثة قطاعات، الأول منها يمتد من حدائق أكتوبر إلى بني مزار، القطاع الثاني يمتد من بني مزار وحتى منفلوط، أما القطاع الثالث فيمتد من منفلوط لسوهاج. وتتم أعمال التنفيذ بهذه القطاعات وفقا للمواصفات والمعايير العالمية. الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع يشتمل على 36 محطة، 9 محطات منها سريعة و27 محطة إقليمية، ويضم ثلاثة أنواع من القطارات. النوع الأول قطارات سريعة سرعتها تصل إلى 250 كيلومتر في الساعة، وبهذا النوع سيعمل 20 قطارا كهربائيا. النوع الثاني قطارات إقليمية وتصل سرعتها إلى 160 كيلومتر في الساعة، وسيتم تخصيص 48 قطارا لها. أما النوع الثالث من القطارات مخصص للبضائع وتصل سرعتها إلى 120 كيلومتر في الساعة، وبهذا النوع سيعمل 20 جرارة. الخط الثاني من القطار يراعى في محطاته أن تكون قريبة من الطرق والأماكن السكنية ومناطق التقاطعات مع محاور النيل لخدمة سكان محافظات الصعيد. ويعد هذا الخط جزءا من ممر التنمية اللوجستي الذي يمتد من الإسكندرية للقاهرة لأسوان لتشكى، ويعمل على خلق ممر تنموي غرب طريق الصعيد الصحراوي الغربي، ويربط مناطق الإنتاج الزراعي في تشكى وغرب أسوان وغرب المنيا بمناطق الاستهلاك في القاهرة ومناطق التصدير في الإسكندرية،
يربط الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع المناطق السياحية بأبي سمبل وأسوان والأقصر وأبي دوس بصعيد مصر بمنطقة الأهرامات بالجيزة بالمناطق السياحية في القاهرة. الخط يسهم كذلك في الربط بين مناطق إنتاج الخامات والمحاجر في الجنوب بموانئ التصدير في الشمال، فيحد من التلوث البيئي الناتج عن تشغيل جرارات الديزل. القطار الكهربائي السريع بخطوطه الثلاثة وما يمتلكه من إمكانات كبيرة يمثل وسيلة نقل حضرية تناسب كل مستويات الدخل ويقدم للركاب خدمة متميزة. سوزان مصطفى، النيل للأخبار. شهد فن وصناعة القيمية تطورا كبيرا عبر التاريخ منذ نشأته وحتى الآن، حيث يؤكد بعض الباحثين والمؤرخين أن المصري الأول هو أول من عرف الخيمية. يقع سوق وشارع الخيمية أحد أشهر أسواق القاهرة خلف الأسوار الجنوبية للقاهرة الفاطمية بمنطقة باب الخلق. الخيمية فن مصري أصيل نشأ بمصر منذ عصر الفراعنة وتطور في عهد الفاطميين مع تطور الزمان والمكان، حتى أصبح زخرفة الخيامية تدخل في ديكورات عديدة بالأخص ديكورات رمضان. كانت من عصر مملوك وقبل كده ما كانتش بالنظام اللي انت شايفه ده، كانت معمورة عن خيام، معمورة عن بوارق الأضرحة والحاجات دي كده. في إقبال من الجاليات العربية زي الجالية السعودية بالأمانة والجالية الليبية، ففي اجبار وفي والذوق العام المصري ارتفع، فبرضه المصريين بداوا يشتروا رجبوا شعب. فانت بتقعد طول السنه مستني رجبوا شعب هنا، والايام الثانيه بقى يعني يا موسى. مهنه الخياميه مش اي حد يعرف يشتغلها، هي يعني محتاجه صبر جامد، فعشان كده قليل اللي بيشتغل فيها، ومشكلتها ان البيع بتاعها بقى قليل، يعني المصريين في مصريين كتير يعجبهم الشغل بس ما يجو الاسعار بتاعتها بتبقى غاليه عليهم، مش حاجه مش اساسيه في البيت. شغل الخيامية مش موجوده اصلا في اي دوله في العالم غير في مصر فقط. احنا من سنه 2011 احنا بنقابل ازمات كتير في صناعه الخيامية او في تسويق الخيامية نفسها. احنا كان في ثوره 2011 وفي فيروس كورونا وفي كذا وفي أزمة اقتصادية، احنا يعني حاولنا ان احنا نفكر ازاي ان احنا نبتدي نسوق لشغلنا، فبدأنا ان احنا نفكر ان احنا نطلع معارض خارج مصر. يمكن معارض خارج مصر دي هي اللي ساعدتنا كتير ان احنا نحافظ على الصناعية اللي عندنا. وبعد ان كانت رسومات الخيامية الجميلة تصنع يدويا لتظهر مواهب صانع هذه المهنة التاريخية، جاءت الحداثة والطباعة لتكون محاكيا لها. أول حاجة طبعا تعرف كل منتجات القماش المطبوعة دي أساسها كانت شغل الحاجات اللي مطبوعة اللي زي كده والمطبوع ده كله دوت أساسا كان هاند ميد بيعمله أجدادي ووالدي من بعديهم. إحنا لما نقل المنتجات دي بقت غالية قوي وعدم توفر اليد العملية اللي بتعمله، فبقينا نعمل الكلام ده مطبوعات. انا فضل الله كنت سباق في الموضوع دوت من 20 سنه، نقلت الشغل الهاند ميد ده جدا الهاند ميد للطباعه، وبنصدر بقى السعوديه والكويت والاردن والبحرين، بيودي شغلنا لحد تركيا والدول الاوروبيه وامريكا. كتير مميزه، وانا جاي اشتري اغراض هيك للفرش العربي والاجواء انقل الاجواء المصريه لبيتنا بالسويد. لا انا جاي النهارده اشتري حاجه رمضان وزينه رمضان والخياميه والحاجات اللي زي كده يعني في البيت، بس هنا السوق اسعاره حلوه قوي وانا متعوده اخد من هنا اهوت، كل سنه بنزل اشتري حاجتي من هنا ليا ولاخواتي ولقرايبي. وتمر الايام والسنون وتبقى صناعه الخياميه شاهدا على رقي الحضاره المصريه القديمه، ليظل فن الخياميه احدى الفنون الحرفيه التراثيه التقليديه بمدينة القاهرة التاريخية. وختاما لهذه النشرة تذكرة بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يوجه بمواصلة الجهود الرامية للتوسع في الاستثمار في الموارد البشرية. انطلاق أول سفينة تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة بحرا من قبرص. الجيش السوداني يعلن استعادة السيطرة على مقر الإذاعة والتلفزيون من قوات الدعم السريع. وصلنا مشاهدينا لنهاية هذه النشرة، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.